السلام عليكم، واش راكم خاوتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وعلى خير. جيتكم اليوم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم مهم بزاف بالنسبه للناس اللي اول مره راح يسافروا. يعني خاوتي حبيت نلخص لكم يعني كيفاش واش لازم ديروا كما نقولوا حنا خاوتي كي توصلوا المطار، واش هما الاجراءات اللي يقدروا كما نقولوا حنايا يصراو لكم، واش لازم تجيبوا معاكم. يعني خاوتي في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله راح تلقاو كامل التفاصيل خاوتي، ومدى بيا ان شاء الله خاوتي تفرجوا الفيديو الاخير باه تستفادوا بزاف وما يصراكم حتى مشكله خطا اخرى من بعد. خاوتي هذا الفيديو اقترحوا عليا يعني المتتبعين تاوعي كما نقولوا حنا، وخاوتي يعني الناس الطيبين قالوا لي درنا هذا الفيديو وفهمنا بالتفصيل. انا حبيت نفهمكم بالتفصيل خاوتي. نتمنى منكم انكم ديروا لنا متابعه للقناه خاوتي بالزر الاحمر وديروا لنا اعجاب. هيا نبداو ان شاء الله الفيديو. اول حاجه خاوتي وحاجه باينه، يعني اي انسان باه يسافر لازم له يعني جواز سفر والفيزا. على كل حال احنا نفترضوا اليوم راح نحكوا على تركيا، يعني نحكوا على تركيا وبشكل عام. خاوتي تركيا بعد ما تتحصل على التاشيره وفيزا تاع تركيا، واش هما الاجراءات يعني خاوتي باه تسافر؟ يعني اي واحد يدي فيزا يبدا يخمم يقول كيفاش ندير واش لازم ندير كذا، يكون ما هو فاهم والو. ان شاء الله بعد ما يتفرج هذا الفيديو يفهم كلش. بعد ما تحصل على تأشيرة تركيا اول حاجه ديرها خاوتي هو شراء تذكره السفر، يعني بدافيون باتشري تذكره السفر خاوتي. ماذا بيك تشريها اليوم وانت تسافر على بعد 20 يوم ولا شهر باه تكون رخيصه، باه تجيك رخيصه خاوتي. الناس اللي حابين يشروا التذكره لازم يدخلوا الموقع تاع هذيك الشركه. مثلا حبيت تشري مع اير الجيري ادخل السيت تاعهم، اكتب خطوط جويه جزائريه في جوجل يخرج لك رحلات، اكتب ادخل كليك على رحلات ودير لي دات اللي حاب تروح فيهم باه تعرف الاسعار الحقيقيه. واحد ما ينصب عليك واحد ما يتمسخر بك. خطوط الجويه القطريه نفس الشيء خاوتي، تدخلوا الموقع تاعهم تعرفوا الاسعار القطريه. انا نقول لكم شحال راهي دير 4.5 مليون الي برك. كي تشريه بعيد على 20 يوم 25 يوم شهر تلقاه ب 4.5 مليون ودير كيما نقولوا حنايا تواصلوا معايا نفهمكم يعني كيفاش ديروا الروتور وكذا خاوتي بالنسبه للناس اللي شارين الي فقط. المهم خاوتي اول حاجه ديرها هو تذكره السفر، هذه الاولى. صاي شريتها دوكا راك تستنى يعني حتى يلحق لا دات تاع النهار اللي تمشي فيه. خاوتي النهار اللي تكون راح تسافر فيه من الاحسن الناس اللي بعاد بزاف على المطار هو ريب ومدين، ماذا بهم يجوا قبل دافونس بنهار شوف كيفاش يباتوا في العاصمه كذا، كش ما يعرفوا ناس فاميليا كذا، باه غدوه ديريكت يروحوا ما تجيهم الصعوبات ولا كيما نقولوا ترونسبور بزاف عليهم. فهمتوني خاوتي؟ الحاجه الثانيه خاوتي اللي نشوفها انا مهمه ثاني بزاف وحبيت نحكي عليها اللي هو اللقاح. اسكو لازم ندير الفاكسان باه نقدر نسافر ولا لا؟ هذا السؤال يعني خاوتي بزاف يطرح عليا وفي نفس الوقت في نفس الموضوع هذا. خاوتي اللقاح مش لازم بالنسبه للناس اللي حابه تسافر الى تركيا، اللي يحب يروح لتركيا مش لازم لقاح، فقط البي سي ار. اما بالنسبه للناس اللي رايحين لفرنسا مانيش عارف انا المانيا كذا اسبانيا، مهم دول شنغن، شنغن لازم الفاكسه. كيما تونس خاوتي لازم تكون فاكسيني دير الفاكسه باش تقدر تدخل تونس. لهذا خاوتي يعني انتم لكم الحريه والاختيار. اللي يحب يدير الفاكسه من الاحسن خاطر في تركيا يحتاجها بزاف كي يكون داير الفاكسه، والله كيما قلت لكم خاوتي يدير البي سي ار برك ويسافر. هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة خاوتي واللي أنا ثاني نشوفها مهمة في المطار هي ماذا بيك تجي قبل يعني الفول تاعك على 3 تاع العشية، ماذا بيك نتايا 12 ولا 11 راك في المطار، راك ديجا في المطار وقاعد تستنى وقتاش يدفعوا الباجاج. خاوتي بعد ما تجي بكري نتايا أول حاجة راح تتصادف معها هو أنك تدفع الباجاج. وفي اللاشن هذاك تاع باش تدفع الباجاج تاعك تلقى واحد الشاب ديسكال تما واش الوراقي اللي فيري فيهم، يفيري في داك الباسبور. على كل حال يشوف الفيزا حاجه ثانيه، والحاجه الثالثه يشوف يعني واحد الفورميلار يسموه الهيس كود. الهيس كود خاوتي هذا الهيس كود هو فورميلار فيه المعلومات تاعو كامل تطلبهم الحكومه التركيه.
فهمتوني خاوتي؟ هذا لازم تديروه، واللي ما يعرفش يديرو يتواصل معايا انا نخدمو له خاوتي، ما كان حتى مشكله. يعني الهيس كود هذا اوبليغاتوار لازم تديرو، لانك تحتاجو ثاني في الطرق باش تاكتيفي به لاكارت اسطنبول ولاكارت تاع الترامواي والمترو. يفيريفي لك هذو الاوراق، يشوفهم، يلقى كل شيء مريقل، في سيار مريقل، الفيزا مريقل، البي مريقل. وش يقول لك؟ يقول لك تروح مشي تدفع الباجاج تاعك. تروح تدفع الباجاج تاعك خاوتي في نفس السياق، ماذا بك مخاوتي الباجاج تشتو كاين ساكاما طلعها معك للطياره. هذيك ساكاما خاوتي يعني الحقيبه تاع اليد هذيك طلعها معك للطياره، من الاحسن ما يكونش فيها السوائل. يعني مثلا واحد مدي معاه عسل والله حاجه تاع الجاز والله الماء والله خاوتي والله الريحه ديدورون، هادو ما قام يقبلوهمش خاوتي. معناتها من الاحسن انكم ديروهم في الباجاج لتحت، هذاك اللي يروح كما نقولوا يروح في الطياره، هذاك الباجاج 30 كيلو والله. اما الباجاج اللي طلعوا معك، طلع معك حوايج خاوتي تاع لبس كذا، مهم ليسونسييل ما يكونش فيها السوائل والزجاج خاوتي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه الفكره. ثاني يعني بعد ما تدفع الباجاج تاعك يعطوك كما نقولوا هنا، اللي يروح مع القطريه يعطوا له دو تيكي، واللي يروح مع ايرالجيري ولا طاسيلي ولا التركي يعطوا له بي واحد تيكي واحد. يعطوك هذاك التيكي، حاول خاوتي انك ما توضروش، تقعد تستنى حتى يلحق الفول تاعك مثلا بعد ساعه، بعد كيما نقولوا قبل ساعه والله، تروح لاباف وين يكاشو الديوانه. اكيد راك راح تسقسي تما كي تكون ما تعرفش، بعد ما يعطوك البي يقول لك اطلع الفوق. تروح تدخل خاوتي دير لاشين مع خاوتك، يعطوك واحد الورقه صغيره هكذا فورميلار، تكتب الاسم واللقب وراك رايح وعلاش رايح وكذا. هذا مكان خاوتي حاجه سهله، توصل للديوان يشوف الباسبور تاعك، يشوف الفيزا، يكاشي يرجع لك باسبورك، يديروا لك فيريفيكاسيون ثاني كيما نقولوا هنا هكذا، يشوف كش مش راك مادي معاك، يقول لك راك هاز كذا. ومن بعد تروح تريح في لاصال داتون، تستنى حتى تركب في الطياره، يلحق وقتك خاوتي تركب، تركب في الطياره خاوتي. بعد ما تركب في الطياره خاوتي تستنى حتى ان شاء الله توصل يعني كيما نقولوا احنا للترك. بعد ما توصل للترك خاوتي سما نفس الاجراءات، تروح يفيريفي لك الباسبور، الفيزا، كيما نقولوا احنا ما عندك كيما نقولوا ما جيتش من قبل للترك، جيت كذا، يكاشي لك في الباسبور تاعك ويقول لك يا ربي سهل خاوتي. بعد ما توصل للمطار تاع اسطنبول هذايا راك تلقى يعني الويفي، كاين ويفي تما خاوتي، تدخل الويفي تما خاوتي وتسجل، يقول لك اعطيني معلومات مثلا تاعك، الايميل، اسم واللقب، رقم التليفون تاعك تاع الجزائر، راهم يعطوك الدروات تما باش دير النيميرو تاع الجزائر ماشي تاع الترك برك. يعطوك انترنت ساعه باطل، هذيك الساعه تكونتاكتي مثلا لا فامي ولا صاحبك اللي راه جايك ولا حاجه والله. ومن بعد خاوتي نفترضوا ما جاك حتى واحد، نفترضوا نزلت في مطار صبيحه، تخرج برك عند الباب تلقى البيس، البيس اللي يروح للتقسيم، هذا البيس تركب فيه خاوتي نورمالمون ب 30 ليره، تركب يحطك في تقسيم. بعد من التقسيم عيط لصاحبك ولا فاميلتك ولا معارفك ولا يجيك، ولا انت تروح ليه من تما، سهله مهله خاوتي. اما اذا كان نزلت في المطار اسطنبول الجديد هذاك الكبير، تخرج من المطار تهبط في لاسانسور ريتشوسي كيما نقولوا تلقى ناقص 2، تهبط تحت ريتشوسي تلقى لي بيس تما نورمالمون نيميرو 34 ولا 35 تما، تلقى واحد الكيشي تخلص بي تاعك وتركب من تما كيما نقولوا حنايا الاقصاراي. طيب تما في اقصاراي كاين لي زوتيل تما رخاص، تلقاو بزاف عرب تما سقسو. فهمتوني خاوتي؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوا كامل هذو المعلومات. يعني راني حكيت لكم كيفاش من الجزائر حتى توصل لتركيا، يعني هذو هما المعلومات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم خاوتي. وما تنساوش خاوتي تدعموا اخوكم، ديروا لنا يعني متابعه للقناه وبارطاج الفيديو هذا بالنسبه للناس اللي راهم حابين يسافروا ان شاء الله باش يشدوا بزاف معلومات. المهم خاوتي تهلاو في روحتكم، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد. السلام.